نادية علي لاعبة منتخب مصر رفع الأثقال توجت بالميدالية البرونزية في منافسات نهائي رفع الأثقال لوزن 86 كيلو جرام في دورة الألعاب البارالمبية اللي بتقام بباريس. اللاعب عمرو مسعد لاعب منتخب مصر رفع الأثقال أنهى منافسات نهائي رفع الأثقال في المركز السادس في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. سلوى إيهاب بطلة مصر في الكياك أنهت منافساتها في نهائي فردي سيدات 200 متر في المركز التاسع في الترتيب العام للبارا كوني، وذلك ضمن مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية، وتمكنت سلوى من تصدر منافسات نهائي بعدما حققت زمن قدره دقيقة وثانيتين واثنين وثلاثين جزء من الثانية. راندا تاج الدين لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي أنهت منافسات نهائي وزن 86 كيلوغرام بالمركز الرابع في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وحققت راندا تاج الدين المركز الرابع بعد أن رفعت 128 كيلوغرام ثم 133 كيلوغرام في المحاولة الثانية ولم تنجح في المحاولة الثالثة برفع 140 كيلوغرام لتخسر البرونزية بفارق كيلوغرام. امبارح مصر رفعت رصيدها في الميداليات البارالمبية إلى 190 ميدالية في دورات الألعاب البارالمبية عبر التاريخ كأكثر بلد عربي تحقيقا للميداليات بواقع 51 ميدالية ذهبية و71 ميدالية فضية و68 ميدالية برونزية، وده بعد ما قدرت اللاعبة نادية علي بالفوز بالميدالية البرونزية في رفع الأثقال لوزن 86 كيلوغرام. تفاصيل أكتر عن النتائج وكمان البعثة المصرية في باريس معنا على التليفون من هاتف من باريس الأستاذ حاسم حسام زايد الناقد الرياضي. صباح الخير. صباح الخير يا فندم عليكي وعلى كل مشاهدي. صباح الخير يا مصر، ومبروك طبعا يعني بعثتنا 7 ميداليات بتعود من بعيد بميداليتين ذهب طبعا في تاني ايام رفع الاثقال، وبعدين ميداليتين فضه، واخيرا 3 ميداليات برونز علشان يكون حصاد مصر في دوره الالعاب البارالمبيه 7 ميداليات قبل طبعا حفل الختام اللي اقيم بالامس، ويعني سعادة بالغة بالفعل في البعثة المصرية، وكانت السعادة طبعا أكبر واكتملت بتهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبعثة طبعا. ولأبطالنا بالأمس اللي تابعناها كلنا، وأبطالنا كلهم تابعوا التهنئة بمزيد من الفخر والامتنان صحيح. والعرفان طبعا بسبب عزيمتهم وإصرارهم كمان. بالفعل بالفعل، فطبعا امبارح كان الختام، وان شاء الله باذن الله البعثه تعود غدا الى مصر بسبع ميداليات. حتى الابطال اللي ما حققوش بصراحه بذلوا اقصى مجهود علشان يوصلوا للميداليه، لكن زي ما حضرتك اتكلمتي يمكن الفرق كان في بعض الاوقات بالنسبه للعيبه كيلو جرام مثلا في رفع الاثقال كيلو جرام، او حتى في منافسات اخرى كان يعني الترتيب مش بيبعد عن الثمانية الأوائل يعني. طيب خليني يعني أبدأ مع حضرتك بكلامنا كمان عن الميدالية السابعة لمصر، وتوجت نادي علي بالميدالية البرونزية لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 رفع الأثقال لوزن 86 كيلوغرام. نادية شخص مش عادي، نادية سيدة مصرية يمكن يعني فخر لكل المصريين، عمرها 50 سنة وقدرت إنها تفوز بالميدالية البرونزية بعد غياب عن مشاركتها عدد كبير من السنين في الألعاب البارالمبية. نادية علي فكر امبارح اختتمت الميداليات بميداليه برونزيه، وبعد كده يعني دموعها دموع الفرح ودموع انه مشوار طويل من الانجاز ومن الصبر والتحدي. حققت طبعا كانت اول مشاركه ليها سنه 2000 في سيدني، وبعد حققت 3 ميداليات لغايه بكين 2008، وبعدين بعدت عن الدورات البارالمبيه وعادت من بعيد علشان تحرز الميداليه البرونزيه، وبصراحه ليها قصه كبيره هي واسرتها. يعني انا اتكلمت معاها امبارح في حوار، وقد ايه ان هي تاثرت لانه زوجها بطل بارالمبي في رياضه الكره الطايره جلوس، وهي بتقول لي ان زوجها ضحى يعني بمشاركته علشان هي اللي تشارك وتحقق الميداليه، لانه كان عنده فرصه ان هو يشارك لكن فضل ان هو يكون موجود مع الاسره في مصر علشان هي اللي تسافر باريس
وكان عندهم ثقه فيها ان هي تحقق ميداليه، وابنها كمان قال لها انه هي هتحقق ميداليه، فكانت متاثره جدا امبارح بعد فوزها بصراحه. فناديه تستحق كل الخير وتستحق الميداليه البرونزيه واكثر كمان من البرونزيه بجد ان شاء الله في الدورات القادمه تحقق الذهبيه باذن الله. طيب خلينا نشوف بقى كمان احتلال رندا محمود المركز الرابع في منافسات رفع الاثقال امبارح، كانت يعني شفتها ازاي؟ طبعا يعني رندا تاج الدين كان عندها امبارح فرصه ان هي تاخد ميداليه برونزيه، لكن فعلا كانت منافسه شرسه جدا يعني مع اللعبة الصينيه، وكان فرق 1 كيلو جرام في الثلاث محاولات، حتى هي لما اخفقت في المحاوله الثالثه اللاعبه برضو دخلت بعدها اخفقت في المحاوله، فطبعا يعني كانت منافسه شرسه جدا، ورندا من اللعيبه اللي عندهم اصرار بجد يعني، ف يعني هي فقدت ميداليه لكن كسبنا بطله صحيح. عندها تحدي واصرار وعزيمه، وان شاء الله باذن الله في لوس انجلوس 2028 يكون ليها نصيب من الميداليات دي، لانها بالتاكيد اكتسبت خبرات كبيره هتاهلها ان شاء الله المره الجايه انها تكون تحصل على عدد كبير من الميداليات. طيب عايزين نعرف منك بقى تفاصيل عن ترتيب مصر على مستوى العالم وعلى مستوى الدول العربيه كمان في عدد الميداليات. طبعا يعني مصر بعد الميداليات بعد العدد الكبير اللي وصلنا له 7 ميداليات، احنا حاليا على المستوى العربي اصبحنا في المركز الثاني بعد تونس، لكن القصة برضو يعني انا برضو عايز الفت انتباه الناس انه الموضوع مش احنا متقدمين طبعا في جدول الترتيب، لكن يعني على المستوى المشاركة وعلى المستوى البارالمبي الموضوع مش بس ميداليات، في قصص يعني كتير جدا جدا، بس الوقت ما يعني لا يتسع ان احنا نحكيها عن ابطالنا حقيقي، كل واحد فيهم عنده قصة وعنده تحدي وجاي من بعيد قوي من اصرار وعزيمة انه يحقق حاجة لبلده ولنفسه، فطبعا عندهم قصص تحدي اكيد هنحكيها في فتره، سواء على مستوى الالعاب الفرديه لرفع الاثقال، او حتى مش عايزين ننسى كمان منتخب الكره الطايره الروسي اللي بيحقق الميداليه الثالثه في تاريخه بعد 2004 و2016، ف 2024 حقق ميداليه برونزيه، فيعني اللعيبه كمان في الطايره عندهم قصص كتير جدا مش بس رفع الاثقال، فحقيقي انا يعني شفت ده بعناية منهم واتكلمت معاهم، فانا يعني بنتهز الفرصه واحييهم بجد وان شاء الله باذن الله الدوره الجايه يكون عازم اكتر ان شاء الله. هما بالفعل قصص ملهمه مش ليهم بس ولا اللي حواليهم، لكل المصريين، وبجد احنا بنقول لهم شرفتونا على تحديكم وعزيمتكم والعدد الكبير من الميداليات اللي حصدتوها خلال دوره الالعاب البارالمبيه باريس 2024، ومستنيين القادم باذن الله دايما منهم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا حسام زايد الناقد الرياضي، كنت معنا هاتفيا من باريس. مشاهدينا هنروح لفاصل نرجع لكم مره ثانيه نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر.